الابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم يا احبائي بنحتفل باعلان صعود جسد العذراء مريم للسماء بعد نياحتها. واحنا صمنا الصيام ده كله بنتامل في العذراء ام النور مريم وفي فضائلها. والنهارده المزمور اللي سمعناه في الانجيل بيقول: وله تسجد بنات صور بالهدايا، يتلقون وجهه اغنياء شعب الارض، كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة متزينة بأشكال كثيرة. الليلويا. ده المزمور 45، ودوت مزمور برضو بنقوله في صلاة الساعة الثالثة. بيقول المزمور: كل مجد ابنة الملك من داخل. حقا ان مجد العذراء هو مجد داخلي، والمجد الخارجي اخدته في السماء من خلال ابنها وربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح. بيقول في سفر النشيد، بيقول كده هوت، انه اختي العروس هي جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. جنة مغلقة. كلمة جنة دي سمعناها اول ما سمعناها في سفر التكوين، لما ربنا عمل جنة وحط فيها آدم. بيقول كده: غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهرا يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. والجنة دي ليها كلمة تانية اللي هي الفردوس، إن الفردوس والجنة هو مكان جميل بيحضره ربنا عشان يتمتع به أولاده. الجنة اللي حط فيها ربنا آدم دي كان مكان آدم طلب من آدم إن هو ياخد باله من المكان دوت، مكان جميل جدا، وخلق آدم وحطه فيه وقال له إن هو يرعى هذا المكان وياخد باله منه. وكان المكان ده، هذا المكان الجميل، كان المكان اللي هو بيتقابل فيه مع آدم ويتكلم معاه، وهو اللي خلق له فيه حواء، وعاش آدم وحواء مع ربنا في شركة في هذا المكان في هذه الجنة. وكان فيها نهر وينقسم إلى أربع أنهار، وكان فيها أشجار، وربنا كان معاه. بعد السقوط طرد آدم من الجنة، طرد من الفردوس، وما بقاش الفردوس ده موجود، وحصلت مخاصمة ما بين آدم وما بين ربنا. وقعد آدم وبنيه وكل البشرية يبكوا على هذا الفردوس وعلى هذه الجنة، لحد لما جه ربنا يسوع المسيح وتجسد من أمنا العذراء مريم. وجه ربنا وأصلح البشرية، ورانا من خلال أم العذراء إن هذا الفردوس لم يفقد، ولكن الفردوس لم يصبح مكان موجود في شجر وفيه آدم موجود، ولكن هذا الفردوس أصبح فردوس داخلي، جنة داخلية موجودة داخل الإنسان. وعشان كده هو اتقال في النشيد: أختي العروس هي جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. الفردوس ده موجود ولكن داخلنا. الفردوس اللي موجود فيه الله مع الإنسان موجود ولكن داخل الإنسان، الفردوس الداخلي. لأن المكان اللي موجود فيه ربنا هو الملكوت، هو يعتبر ملكوته لأنه هو يملك فيه. ولما جه ربنا كده يقول إن الملكوت حقيقي، قال كده هو لكل السامعين: ملكوت الله داخلكم جواكم. فإذن الفردوس موجود جوه الإنسان. تعالوا نشوف إيه خصائص الفردوس دي. أول حاجة، الفردوس هو المكان الذي يوجد فيه الله مع الإنسان، وهو دوت اللي بنشوفه في العذراء أم النور مريم، إن هي كان دايماً ليها قعدتها مع ربنا. يمكن واحد لما يقرأ سفر التكوين ويقرأ الجنة اللي في عدن شرقاً يقول: يا سلام لما كان آدم يقعد مع ربنا ويتكلم معاه. إلى اليوم ما
ربنا بيطلب مننا ان احنا نقعد معاه في هذه الجنة، ولكن هذه الجنة جنة داخلية. احنا بنشوف ابائنا الرهبان اللي سابوا الدنيا كلهم وراحوا يقعدوا في الصحراء وفي اماكن وما بيهتموش ايه اللي حواليهم. واحدة زي قديسة مريم المصرية كانت تكاد انها هدومها كلها طبلة وكلها تدوب، ولكن كانت مستمتعة وكانت في سعادة لأنها في فردوس داخلي قاعدة مع ربنا، مش فارق اللي حواليهم، مش فارق اللي بره، لكن قاعدين في الفردوس الداخلي في شركة مع ربنا في هذا الفردوس الداخلي في هذه الجنة الداخلية. وعشان كده هو يمكن صوتهم من بره ما بيتسمعش، لأن في صوت داخلي بيتكلم مع ربنا. بنسكت الصوت اللي بره عشان نسمع صوت ربنا في هذا الفردوس الداخلي. فكانت العذراء مريم هذا الفردوس الداخلي، كانت صامتة زي ما بيقول كده الكتاب إنها كانت تحفظ كل هذا في قلبها في هذه الجنة المغلقة في هذا الفردوس الذي يوجد فيها الله. تاني حاجة في الفردوس إن كان في سلام، سلام عجيب، لأن المكان اللي يوجد فيه الله يوجد فيه سلام. فتاني حاجة في هذا الفردوس في هذه الجنة فيها سلام. فالإنسان اللي الفردوس داخله وجواه هذه الجنة المغلقة جواه سلام عجيب بسبب وجود الله. تالت حاجة كانت موجودة في هذا الجنة وفي هذا الفردوس النهر. والنهر ده برضو شافه يوحنا الرائي لما كتب عليه في سفر الرؤيا، إن لما شاف العرش وشاف النهر، والسيد المسيح اتكلم على هذا النهر والمية اللي بتجري في هذا النهر وسماها الماء الحي. الماء الحي هو روحه القدوس اللي بيفيده على الإنسان وبيفيده على كل محبيه وكل اللي يجوا ربنا. هذا الماء اللي يملانا اللي احنا أخدناه لما تثبتنا في الكنيسة بسر الميرون بعد المعمودية، بعد ما تولدنا في سر المعمودية الولادة الجديدة تثبتنا بسر الميرون وتنفخ في وجوهنا واستلمنا الروح القدس وبقينا احنا هيكل الله وروح الله ساكن فينا. ومن ساعتها بنجتهد ان احنا دايما نتملي من الروح القدس، ويصبح هذا الروح هو النهر. الانسان في تجواله ممكن يقعد فتره طويله من غير اكل، لكن دايما لازم يحتاج للميه، لازم يحتاج للارتواء، والارتواء دوت يجي من خلال الروح القدس. فالإنسان طول حياته يقعد يشرب من ربنا، يشرب من الروح القدس من خلال قعدته في الإنجيل، من خلال قعدات الخلوة، من خلال الأسرار، يفضل يشرب من هذا النهر. وزي ما بيقول كده هو ربنا اللي يشرب منه أكتر وأكتر يبقى هو نفسه ينبوع، يبقى هو جواه فيه النهر دوت، مش بس يرويه هو، ده كمان يروي الناس اللي حواليه. فهذه الفردوس الداخلي، هذا المكان اللي بنسكن فيه مع الله، أيضا يوجد فيه نهر، فيه الروح القدس تروينا ويملانا ومليان بالسلام. رابع حاجة أو خصائص من هذا الجنة إن فيها أشجار. الجنة اللي حطها في عدن ربنا اللي خلق فيها آدم كان فيها شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر وأشجار كتيرة من كل نوع ومن كل شكل. كذلك الفردوس الداخلي فيه الأشجار، زي ما بنقول كده في المزمور الأولاني إن الراجل اللي بيمشي في مشورة ربنا بيكون في أشجار على شجرة مغروسة. وكذلك الجنة ديت هذا الفردوس فيه أشجار. الأشجار ديت هي الفضائل اللي من خلال هذا النهر بتتروي وبتكبر وبتثمر. فنلاقي مثلا على سبيل المثال لو شفنا مثلا الجنة بتاعت العذراء مريم نلاقي فيها جنة شجرة المحبة، فضيلة المحبة. شجرة المحبة تكبر وترعرع وتثمر، تدي ثمرة خدمة، نبكى عن المحبة، لأن إحنا إيماننا إيمان عامل بالمحبة. وأهم من الأهم فضيلة هي فضيلة المحبة، زي ما قال لنا النهاردة القديس يوحنا في رسالته لكاريا، يقول لها أهم وصية هي وصية المحبة وتعلمناها من العذراء مريم.
ثمرة المحبة هي الخدمة. والإنجيل اللي سمعناه النهاردة من الحاجات المهمة خالص واللقاءات المهمة في حياة العذراء مريم لما راحت لإليصابات وقعدت عندها وخدمتها 3 أشهر. ثمرة الخدمة نبع عن فضيلة المحبة، شجرة المحبة تكبر وتترعرع ويبقى فيها ثمر، ثمر خدمة، ثمر عطاء. الإنسان اللي عنده هذه الفضيلة وداخله هذا الفردوس الداخلي وعنده شجرة المحبة يبقى في حياته ثمرة العطاء، ثمرة أعمال المحبة وأعمال الخير تجاه أهل بيته، تجاه مجتمع اللي هو الصغير اللي فيه، تجاه المجتمع الكبير، تجاه كنيسته. شجرة تانية نلاقيها في هذا الفردوس هي شجرة الإيمان، ليها جذور وكبيرة وليها ثمر. هذا الإيمان يولد ثمرة الثقة، ثقة في ربنا البنتوكراتور اللي كل شيء في إيده، في وجوده، في إنه هو عامل في حياتنا. هذه ثمرة لشجرة الإيمان في هذا الفردوس المخفي داخلنا. أيضا ثمرة أخرى من ثمرة شجرة الإيمان هي ثمرة عدم الخوف. إنسان ما بيخافش أبدا لأنه عارف إن هو في إيدين ربنا، منقوش على كفه، وإن هو ربنا بيرعاه. فإذا شجرة أخرى في شجرة هذا الفردوس الداخلي هي شجرة الإيمان، وثمرة أخرى هي ثمرة عدم الخوف. نلاقي شجرة تانية في هذا الفردوس الداخلي وكانت واضحة جدا في العذراء أم النور مريم، شجرة التواضع. هذه الشجرة مهمة جدا برضو، تستمد غذائها من الروح القدس ومن النهر الجاري في هذا الفردوس المخفي. وهذه الشجرة يطلع منها ثمار زي ثمرة الطاعة، دي ما تجيش إلا عن طريق التواضع، زي ما العذراء أم النور قالها الملاك وقالت له هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك. وفي كل موقف وفي كل اختيار المفروض كل واحد فينا يبقى زي العذراء ويقول كده ربنا هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك، مش قولي ولا كمشيئتي ولكن كمشيئتك واللي أنت عايزه. ثمرة تانية من ثمرة شجرة التواضع ثمرة الغفران، يقل في هذا الزمان لما واحد يغفر واحد تاني غلط في حقه، لكن دي ما تجيش إلا بالتواضع. الإنسان المتواضع هو الإنسان اللي عارف نفسه، هو الإنسان اللي يقدر يغفر للآخرين لأنه عارف إن هو نفسه خاطي. فثمرة تانية من ثمرة شجرة التواضع هي الغفران، إن الإنسان يغفر لأحبائه.